جولة في بحيرة جبان مع غرارات السياحة. بالنسبة لهاي الرحلة كانت رحلة جدا جميلة ورائعة، والأروع ما فيها طبعا الأخ أبو ماسيس طبعا يسوي في الجو كلش حلو زين بالشو مع أبو ماسيس. صراحة ما تندمون على الآخر قرارات للسياحة. أنا طالع مع قرارات للسياحة برفقة الأستاذ أبو ماسيس. اليوم جولتنا بدأت من زاكازور وادي الزهور، وبعدها توجهنا إلى ديليجان، والآن نحن في بحيرة سيبان.